بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا عمل فن كده هاند ميد، هو عمل بسيط كده ان شاء الله يعجبكم وتعملوه وتنفذوه في بيتكم. الماتيريال اللي احنا هنحتاجه طبعا زي ما انتم شايفين علبة كنز ولاعة هنحتاجها في الآخر، قطر، هنحتاج مقص، هنحتاج صنفرة، اي حاجه بسن رفيع، قلم رصاص او اي حاجه زي كده، او ممكن عصايه شيش تاوك، اي حاجه رفيعه. هنبتدي العمل ان شاء الله كده على طول. هنقطع العلبه، نقصها بالطريقة دي، طبعا كل بيت مليان علب من دي، انصحكم ما ترموهاش، شبيه منها افكار كتير قوي قوي، وانا عاملة منها على قناتي قناة نصر ارت دي واي، عاملة منها افكار كتير قوي قوي قوي، ان شاء الله تعجبك. وهنيجي بقى بالصنفرة، هنصنفر اللي احنا القاع علبة الكنز اللي احنا عملناه. وبالمناسبة انتوا لو عندكم قص تالم مش بيقص كويس ممكن تقصوه، لو مش هتعملوا علبة الكنز اي حاجة يعني عمل فني، ممكن تجيبوا علبة كنز وتقصقصوا بيها المقص، هيسنه، هيبقى مسني زي الحديد، تمام؟ هيبقى مسنة حامي جدا. خلاص انا صنفرتها، سيبها كده جانبا واقوم جاي على العلبه. هقوم واخده برضو العلبه كمان من فوق، مش هرميها، هستخدمها برضو كده. صنفرناها، نيجي كده اهي، تمام. طيب احنا نيجي بقى على العلبة، نقطعها أجزاء بالطريقة دي. طيب أول جزء برضه هنقص، أنا مش هقيس بمقاس ولا أي حاجة، وهنيجي كده على طول كده، يعني مش هقيس بمقاس عشان اللي بيلخبطوا الخطوات ديت ما يعني يعمل على طول، يبقى مش محتاج ان هو يعمل خطوات تتعبه. بس وهقص كده ورقة شجر او ورقة وردة اهي، هنيجي كده من نص كده. انا قلت اي حاجة رفيعة، يعني مش شرط، لو ما عندكوش حاجه زي كده يبقى قلم رصاص، حتى انا هعمل بيه اهو، اهو نعمل كده. خطوط عشوائيه، يعني مش مترتبه ولا معموله ورا بعض، خطوط عشوائيه كده اهي بالطريقه دي. وهجيب القلم، هو انا مفروض هاجي على طرف الورقه وهعمل كده، بس انا مش محتاجه اعمل كده لان انا هعمل خطوه تانية بمسدس الشمع، فانا مش هعمل الخطوه دي، انا هعمل كده على طول اهي. بصوا اهي،
على حاجه تكون طريه، يعني انا حط حته كرتونه كده علشان الاشكال تبرز، يعني الخطوط اللي انا بعملها دي تبرز يعني اكبر واصغر احجام يعني. وهاجي على بمسدس الشمع الاول، هجيب ايه؟ هجيب شويه برونز اهو، شويه برونز كده انا حطهم في كيس، لان انا لو انا بحطه في طبق بيتطايروا مني لانهم خفاف جدا. شويه برونز ذهبي بقى فضي اي لون يعني، مش اهو اللون اللي انتوا حابينه اهو الشكل اهو. وهقوم جايه هنا على الورقه بتاع الشجره واقوم عامله كده خط اهي، وهقوم جايه كده وهسيبها بقى تنشف مع نفسها كده. اعمل كمان واحده قدامكم انا هخلص الكميه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبيب قلبي انا كده خلصت اهو الورق اهو، هعمل بقى ايه بقى؟ الاول انا هلزق القاع بتاع الورق بتاع علبه الكنز فيها من فوق، بس اخد دي الاول لان انا ببقى محتاجه دي اعمل بها علاقات اللي هي الاعمال الفنية بتاعتي. واقوم لازقها فيها كده. تمام؟ واقوم قلبها بالطريقة دي. يبقى احنا لما بنيجي نلزق الورد ده اللي هو الورد اللي معمول من ازايز الكنز، مش زي اي ورد عادي، احنا بنبدأ بالكبير وبعد كده بنبدأ بال يعني الكبير الاكبر فالاصغر عكس التاني. كده مثلا الفكرة بسيطة جدا، ممكن يبقوا عندكم اي مناسبة ما ترموش الكنز، ما ترموش الكنز اللي انتوا بتشربوه، هتعملوا منه حاجات تحف تحف جميلة. يعني دي حاجة بسيطة جدا، هي جات لي فكرة كده وانا قاعدة فقمت اي مجالي وقلت اما الحق انفذها قبل ما انساها. فاكرين الشمعة دي؟ قلب الوردة. طيب لو احنا مش عايزين نحط واحدة زي دي فيها هنا، ممكن نحط الشمعة كده مباشرة، بس احنا هنحطها فيها. بس الاول هنعمل ايه قبل ما احطها فيها؟ اجي كده بال هنا مسدس الشمع كنت لزقتها هنا. دي
دي كانت رباط على سبوع، اللي هي اللي بتبقى سلك ديت ومعمولة كده الشكل ده. هقوم جاية انا كده اهو، هقوم عاملاها على هيئة فيونكة اهي، الزقها بس كويس. اتني بقى ورق الورده زي ما انا عاوزه، اتنها لورا، اعملها لقدام بالشكل اللي انا عاوزاه وبالطريقه اللي انا عاوزاها بمزاجي يعني. وانا ممكن اجيب شويه خرز، بصي يا حبيب قلبي كده، وكده نولعها كمان عشان انا مشغله المروحه. اهي يا حبيبي بصوا جمالها كده. يبقى خلصنا فيديو النهارده، واتمنى تعملوها وتجربوها وتنوروا بيها لما النور يقطع. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.